من مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من داخل سوق الجملة للخضر والفواكه مدينة الدار البيضاء، واللي يعد من أكبر الأسواق في إفريقيا، معروف عند جميع المغاربة وأيضا عند جميع سكان العالم، حيث كتوجد فيه جميع أنواع الخضروات والفواكه. البارح تسرب واحد الفيديو للتجار بعض الفواكه والخضر انهم كيرميوهم في الارض في زمن كورونا. حنا الان كنتواجدوا باش نعرفوا حقيقه ما جرى، وتصادفنا مع التجار المهنيين يقوموا بالتحاليل المخبريه من اجل معرفه اصابتهم من عدمها بفيروس كورونا المستجد. الله ينجي كل واحد منه. من بعد ما حضرتوا معنا التحاليل المخبرية لتجار سوق السمك واللي لقاو فيهم إصابات عديدة، الحمد لله أن سوق الخضر دار إجراءات استباقية وغيحاول أنه يدير التحاليل المخبرية للمهنيين قبل ما تبان شي إصابة في صفوف الباعة. الله يحفظك.